السلام عليكم. المعارضة البرلمانية هي شكل من أشكال المعارضة السياسية للسلطة التنفيذية. العراق ما بعد العام 2003 بتحول نظامه من الشمول إلى الديمقراطي لم يشهد إعلان أي كتلة رغبتها أن تكون ضمن المعارضة البرلمانية، لا سيما أن العمل السياسي في البلاد أثبتت التجربة فيه أن الانضمام للحكومة أفضل من معارضتها، لأن أصوات المعارضة يتم تجاهلها من قبل الحكومة، فضلاً عن إقصائها من الامتيازات في المحاصصة الحزبية بتشكيل الحكومة الاتحادية. انتخابات 2021 لم تغير الخارطة السياسية بحجم الأحزاب التقليدية في البرلمان، على الرغم من فوز حركات منبثقة من الاحتجاج الشعبي ومستقلين، لكن الأبرز في الانتخابات حديث باختيارهم المعارضة البرلمانية التي سيكون عملها تفعيل آليات الرقابة على السلطة التنفيذية، أم أن حديثهم عن معارضة برلمانية سينتهي كما انتهى سابقاً بإعلان كتل ومن ثم قررت الدخول بتقاسم الكعكة الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية لجمهورها؟ خمسة دورات برلمانية والسادسة بانتظار الشروع في عملها التشريعي والرقابي، هل سنشهد معارضة برلمانية كما أعلن بعض الفائزين من حركات تشرين ومستقلين، وهل هم قادرون على مواجهة الأحزاب العتيدة والمتمكنة من أدواتها في حكومات توافقية بتغيير قوانين وإلغاء الامتيازات، أم أنهم سيعودون من حيثما أتوا والرجوع إلى تظاهرات خارج قبة البرلمان؟ كل هذا وأكثر ستكون ضمن محاور بعد التحري نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو نائب الأمين العام لحركة امتداد حيدر السلامي. مرحبا بك وحياك الله. أهلا وسهلا بك أستاذ حيدر وبكل مشاهدي قناة السعودية. حياكم الله. محاورنا اليوم كثيرة حول المعارضة ودور المعارضة في البرلمان، لكن خلينا نتابع هذا الاستطلاع لجمهورنا ورأيه بالمعارضة في البرلمان ومن ثم نرجع إن شاء الله. حياك الله. المعارضة الجديدة حاليا النازلة اللي هي حركة امتداد راح تكون داخل البرلمان معارضة غير الكتل السابقة اللي اشتهروا بالفساد، اشتهروا بهواي شغلات مو زينة. نلتمس من عندهم بما انهم طلعوا من رحم تشرين ومن التظاهرات والشعب هو انتخبهم، ان شاء الله يكونون على قدر المسؤولية. والله نتمنى من عندهم خير اول شيء، وهم شو اسمه حركة امتداد حركة جديدة، ونتمنى يكون شنو يبقون معارضة لل شو اسمه النواب الفاسدين أو للحكومة الفاسدة، يبقون معارضة ويا الشعب. هم شنو صعدوا أصوات الشعب، صوت للشعب. هم نتمنى منعتهم خير إن شاء الله. طيب هم تسعة وبعض المستقلين هنقول عشرة يقدرون يواجهون كتل سياسية كبيرة؟ والله يقدرون ما دام الشعب وياهم كل شيء يقدرون يسوون. تجري قوانين وأصوات مش شعب وياهم حتى يسوي الرياضيات هي ترى. اي صحيح بس احنا ما دام شعب وياهم ما يخسرون. صدقني ما ينجحون وما ينجحوهم.
لان اكو عصابات قويه ضدهم، حتى مافيات دوليه وياهم، والله العظيم ما يخلون هم، ما يريدون هذا البلد ينهض. اكو ناس منافقه، اكو ناس يعني ولاهم الغير بلدان، اي يعني شو تسوي؟ ما يقدرون، هاي تعطي شهداء وتعطي تضحيات وكل شيء ما تسوي. طيب اذا قلت لك انت برايك شلون توجههم هذول؟ وين يروحون؟ يروحون معارضه؟ يدخلون الحكومه؟ هو طبعا لازم معارضه، وعسى وان يطلعون فد شيء، يطلعون فد نقول واحد بالمليون اذا قدروا يسوون. والله ما يقدرون، ما ينجحون، لان انت الاغلبيه مو زينين، الاغلبيه فاسدين، شو تطلع من عندهم؟ خطوة إيجابية هي، يعني أكو معارضة بالبرلمان، أكو كتل مستقلة، أكو ناس مستقلين، بس بالنتيجة هم عددهم ما راح يشكل شيء، وأكيد راح يتهمشون بالبرلمان، وبالنتيجة أتوقع أنه راح ينخرطون مع الكتل السياسية الكبيرة، وبالنتيجة أنه هذا القانون، نظام البرلمان بالعراق ما يبني دولة، لأنه إحنا صار لهذا النظام تقريباً 17 سنة محاصصة مقيتة، حكومة مرات يعني تكتل طائفي بيها، فما أسلم شيء هو نرجع على النظام الرئاسي وينتخب رئيس جمهورية من الشارع، وبهذا النظام يمكن ينبني العراق. مرحبا بكم مرة أخرى، وأرحب بضيفي في الاستديو نائب الأمين العام لحركة امتداد حيدر السلامي، مرحبا بك مرة أخرى. وإذا ما بدأنا سيد حيدر، لأول مرة في العراق نواب يفوزون بأصوات عالية لكن يختارون طريق المعارضة دون اختيار حكومة توافقية وأغلبية. إذا ما تحدثنا عن حركة امتداد تحديدا، ما هو المسار من خلال خرطتكم في البرلمان العراقي؟ هل أنتم ذاهبون إلى معارضة مع حكومة توافقية أم معارضة مع حكومة أغلبية؟ طبعا حركة امتداد منذ البدء أعلنت لها توجهين، طالما احنا دخلنا في العملية السياسية وشاركنا بالانتخابات فراح تكون في توجهين، أما أن تكون تحصل على أغلبية وتشكيل الحكومة أو ذاهبة إلى المعارضة. الآن أصبح كل شيء واضح خصوصا بعد نتائج الانتخابات، ماضين إلى المعارضة. وبالمناسبة موضوع المعارضة هو مو مجرد تبني، وإنما حركة امتداد هي مثل ما ظهر في التقرير، معظم الشعب، معظم الناس هي طالب بالمعارضة، فهذا الصوت المعارض للحكومات والأداء الحكومي طيلة الفترة السابقة من 2003 الآن، وإحنا جزء من هذا الناس وهذا الشعب، وبالتالي توجهنا وقراءتنا للساحة بشكل صحيح، إحنا ذاهبين للمعارضة، فكانت من متبنياتنا أن نكون معارضة بناءة داخل قبة البرلمان. طيب معارضة، وهذا أرقامكم وفق حسابات الرياضيات هي 9 مقاعد. نعم. شو راح تغيرون بمعادلة تغيير التشريعات البرلمانية على اعتبار أنه تحتاج إلى نصف زائد واحد أي قرار؟ صحيح. طبعا حقيقة هاي شيء مهم جدا. طيب. لابد من الوقوف عليه. هنا إحنا أول شيء عندنا تحركات ماشيين بها إن شاء الله بخصوص المستقلين والحركات الناشئة، أكيد العدد راح يزداد عندنا. إحنا يكفي حاليا على الأقل نضمن 25 صوت زائد، يكفي هذا الرقم، حقيقة يشكل رقم صعب تحت قبة البرلمان. بالإضافة لا نستهين بصوت المستقل وصوت أشخاص جاءوا من ساحات الاحتجاج. هذا الصوت اللي قدر بالساحات استطاع أن يغير حكومة، وهو من داخل من الساحات. طيب. ما إلى تمثيل رسمي، ما إلى قرار تحت قبة البرلمان. هذا الصوت استطاع أن يجمد مجالس محافظات، كنا نعرف هذا الشيء. هذا الصوت غير قانون وهو خارج قبة البرلمان، الآن أصبحت ممثليهم تحت قبة البرلمان، وبالتالي القاعدة الجماهيرية اللي متحصنة بيها الأعضاء اللي موجودين، النواب أو ما يسمى بالمحتجين تحت قبة البرلمان، هذه الحصانة الشعبية بالإضافة إلى حصانتهم الرسمية. طيب هذول يصمدون أمام امتيازات مالية كبيرة، أمام توافقية، أمام كتل كبيرة، يعني نعرف إحنا أغلب الدورات السابقة
كان هناك معارضة لكن فقط في الاسم، ثم انتهت مع توافقية وامتيازات ومناصب حكومية. نعم أحسن. هذول اللي كانوا بالساحات واستمروا بالساحات، هذول خلص تميزهم، هذول أصحاب مبادئ، انتهى. ما راح يفكرون يوم من الأيام بهذه الأمور. شنو الضامن انه يفكرون بالامتيازات؟ عندكم تعهدات عليهم مثلا؟ لا، لأن شافوا ما شافوا حقيقة، وعانوا ما عانوا. طبعا شافوا هو كمواطن عاش هاي المرحلة كلها من سوء الإدارة والفشل والتخبط، هم اللي عنده ما متعين واللي عنده قوة يسد رمقة، بالإضافة إلى القمع اللي حصل الأبنائهم الأخوانهم الأصدقائهم بالساحات، هذا كله ما أعتقد راح يهون علينا إحنا كنا اللي صدينا والآن راح نتواجد تحت قبة البرلمان. ما أعتقد أي امتيازات وأي مغريات راح تخلينا ننسى. ما هي أكو تجربة سابقة، مستقلين رشحوا بالانتخابات. نعم. وأيضا كانوا مرحهم معاناة، مناطق فقيرة ومناطق تعيش واقع بائس جدا، لكن بالنهاية مصعدوا البرلمان، عاشوا مع الامتيازات والترف وانتهى الموضوع، صاروا مع حكومة توافقية وانتهى. شنو الضامن لهذول التسعة أو اللي معاكم بأنهم يستمرون بهذا النهج؟ مثل أكو تعهدات خطية، أكو قسم، أكو أشياء معينة ممكن تضمن أنه هذا العضو برلمان يبقى معاكم؟ ممكن نتذكر مقولة اللي هي ما بعد تشرين غير ما قبل تشرين. كيف يعني؟ يعني حضرتك تكلمت لي عن التجارب السابقة. التجارب السابقة كان سياق طبيعي يمشي يدخلون برلمان، والتجارب السابقة احنا نعرف كلها ما عندنا معارضة حقيقية، حتى اللي يوصلون جدا، حتى أصلا حسب النظام السابق هو لازم يكون تحت قائمة لحزب موجود وإلى تجربة بالسلطة. لكن طيب، ما بعد تشرين الأمر اختلف، من تغير القانون، سمح للمفرد ينزل، سمح لتشكيل قوائم جديدة، هذه كلها مع تجربة الاحتجاجات اللي مرينا بها، هذه كلها كفيلة حقيقة، كفيلة الناس اللي الآن صعدت وهي تشكل جزء من الساحات الاحتجاج، هذه ممكن الاعتماد عليها بدرجة أساسية تحت قبة البرلمان. طيب هسه هذا الحديث خارج قبة البرلمان، تعهدات والتزامات أخلاقية لأعضاء البرلمان، نجي للعمل الفني داخل البرلمان. تعرف 9 مقاعد مع مستقلين ممكن يشكلون 20 أو أقل، يحتاج أي قرار إلى 25 عضو برلمان. طيب أنتم كيف راح تواجهون تغيير تشريعات، تغيير قوانين، إلغاء امتيازات وهي تعهدات عليكم أمام جمهوركم؟ نعم طبعا، هي إحنا دائما نقول المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، وبالتالي الأصوات إحنا إن شاء الله راح نكون أكبر من هذا العدد كجبهة معارضة تحت قبة البرلمان. سعينا مستمر بهذا الجانب مع كل اللي يشبهنا في مبادئنا وثوابتنا. من يشبهكم؟ مستمرين بالحوارات وإن شاء الله. شفنا حراك لكم مع الجيل الجديد. نعم. في السليمانية هذا الحراك تحالف جديد، هذا الحراك لبناء تحالف جديد مثلا؟ نعم ساعين بهذا الشيء، وإحنا في مرحلة حوار، لازال وين وصلتوا بحديثكم؟ لازال العملية اللي تنضج تدريجيا. تعرف هذا التحالف من رين تكون تحالف أو كتلة برلمانية، نحتاج الوقت الكافي دراسة الرؤى وتوحينها، فأكيد ماشيين وإن شاء الله يعني على القريب إن شاء الله يعني تسمعون أخبار طيبة كنا نتأمله. طيب. وهذا شارعنا أيضا يتأمل. هسه هذا الحديث عن تحالفات مع كتل سياسية ربما يحتاج لدخول البرلمان وبالتالي مشاهدة ومتابعة وبالتالي ربما مغريات تغري البعض ويذهبون إلى كتل أخرى. خلينا نسولف بشكل قانوني، تغيير التشريعات البرلمانية أو قوانين برلمانية أو قوانين يحتاج لها استفتاء. إحنا إذا ما صرفنا على وعودكم أولا بإلغاء الامتيازات. نعم. شنو تعاملكم مع الامتيازات؟ إلغائها لو تحويلها لكم في صندوق معين من حال الجمهور، وين شو صرفون بها راح بالضبط؟ إحنا طبعا ساعين إلى إلغائها،
هاي ثبتناها حتى من ضمن برامجنا الانتخابيه. طيب. ان نلغي الامتيازات ونلغي التقاعد، حتى موضوع مجالس المحافظات هي ايضا ساعين الى الغائها بدل ما هسه هي مجمده. هذه كلها احنا راح نضغط رغم عددنا القليل، ان شاء الله ضاغطين بهالجانب من اجل الغائها. الضغط تقصد به عندكم قدره بتغيير قانون، عندكم قدره بتشكيل تحالف؟ ما هو الضغط تعرف هاي حكومه توافقيه وذول كتل سياسيه هم الاغلبيه بالبرلمان، بالتالي هاي امتيازات من حق النائب، راتبه وسياراته وامتيازاته الماليه المعيشيه، يقول لك انا هذه امتيازات لي. يفترض حقيقه، يفترض حتى على الموجودين حاليا واللي توافقوا والاحزاب وهاي، يفترض ان يسمعون للشعب، لان ما نطالب به هو اللي دا يطالب به الشعب نفسه. ما سمعوا للشعب، شنو الحل برايكم انتم؟ وين تروحون الامتيازات؟ اذا الشعب هو الكفيل ان يحل هاي المساله. طبعا بوجودنا خطتكم، نحن كامتداد احنا ساعين لالغائها. اذا ابقت الامتيازات شو تصرفون بها؟ راح عندكم فد خطه تبويبها باموال معينه او ابواب معينه مثلا؟ طبعا الامتيازات حتى احنا مكتوبه ومعالنيها دائما بخصوص تحسين المعيشه، طبعا احنا باتجاه الغاء نهائي ايضا. طيب اذا طالما هي بقانون ولازم تصرف، اتفقنا حتى في المراحل الاولى من تاسيس حركه الامتداد هذه تكون بصندوق، صندوق خيري يفتح اصوليا وينفق بالمشاريع الخيرية بشكل أصولي يعني حسب الأولويات. إذا اضطرينا بين هاي المبالغ وهاي منها تحسين المعيشة وغيرها لازم ننفقها بشكل أصولي للمشاريع الخيرية وحسب طيب الأولويات. أعضاء البرلمان وافقوا على هذا المقترح؟ وقعوا عليه تعهدات مثلا؟ أعضاء أي أعضاء؟ امتداد تحديدا. امتداد كلها وافقوا رسميا؟ نعم ما عندهم خلاف في هذا الموضوع، وما عندنا اي اشكال ان تنفق بالمجال الخيري وما يستفادون منها، والا احنا تجي لنا هاي المفروض تفقه في ميزانيه الدوله، لان احنا نؤمن بان النائب اللي يتصدى هو مو جاي حتى يحسن معيشته، لا احنا المفروض جايين نحسن معيشه المواطن، هذا اللي احنا ساعي له، ولذلك نعتبر هذه حقيقه مو انصاف أن ننظر لمصالحنا وننسى طيب. شعبنا. موضوع فتح ملفات الفساد ربما هو الأخطر في العراق، على اعتبار الفساد متأصل أكثر من 17 سنة وربما متورطة بشخصيات كبيرة ومتنفذة. حركة امتداد 9 مقاعد تقدر تواجه هاي الملفات وتكشفها أمام الرأي العام وبالتالي تروح المحكمة الاتحادية؟ وشنو اللي يمنع؟ مو إلا 9، واحد كافي. شلون يعني واحد؟ واحد كافي من حركة امتداد أو واحد وطني يكفي أن يفتح جميع الملفات. يحتاج لك أدلة وشواهد. طبعاً واحد. عندكم؟ واحد هو إحنا نقول واحد كنائب. لكن أكيد عنده فريقة، عنده مكتب قانوني، عنده يتابع. تحت إيدكم ملفات موجودة حالياً؟ موجودة. موجودة خير من الله. إيه. شنو هالملفات؟ نعرف شيء مثلاً؟ إن شاء الله تتناول. يعني راح. خدمية. في كل شيء. في مجال الخدمات، بالقضاء، كثير من الملفات إن شاء الله تفتح بالتوالي موجودة، وأصلا أصبحت حتى معظمها ظاهرة للرأي العام للعلن موجود. مواجهة ملفات الفساد ربما تعرضكم تصغير سياسي معروف. كل ما واحد يصد قضية فساد بالبلد إلا ما يسقط سياسيا أو على الأقل يروح في قضية معينة، على اعتبار الفساد ممكن داخل في جهات ومتنفذة على الأقل. طيب أنتم راح تواجهون هذا التسقيط باعتبار على اعتبار ملفات كبيرة وضخمة وربما شخصيات كبيرة، امتداد قادرة على هذا الواقع؟ أستاذ حيدر شبعنا تسقيط من منذ أول تأسيس الحركة والحمد لله، كلما كل شخص يسعى لتسقيطنا بتوفيق إلهي نزداد عزيمة ويعلى شأننا أكثر، ولذلك نيتنا الخالصة باتجاه خدمة المواطن واسترجاع وطننا نشعر بها توفيق وماشيين، فأي تسقيط الحمد لله الشعب يعرف كل زين وكلها تعرف الشايفين بما فيها الأحزاب الفاسدة
بما فيها، يعرفون احنا ليش جايين وشنو نيتنا. وحاولوا حقيقة كثير، حاولوا يسقطون بينا، لكن الحمد لله ما اهتمينا، واحنا في البداية، بعدها امتداد جنين يحتاج لمداراة. بفضل الله مشينا بثبات وبقوة. طيب، والآن احنا نشعر أكثر استقرار. ننتظر المستقبل، مواجهة ملفات الفساد. موضوع آخر، إلغاء مجالس المحافظات. نعم. هذا موضوع تعرف خلال التظاهرات تم إيقافها مو إلغائها. نعم. بالتالي يحتاج إذا إلغائها إلى استفتاء جماهيري. امتداد اتجاهها وين داخل قبة البرلمان؟ إلغاء مجالس المحافظات أم إبقائها؟ وفي حال لو بقيت مجالس المحافظات، هل أنتم ذاهبون مع انتخابات مجالس المحافظات بتوزيعكم ككتل وشخصيات ترشح وتفوز؟ احنا حاليا مع إلغائها. طيب، إلغائها شنو خطوات إلغائها عندكم؟ يستمر العمل والضغط على إلغائها. هي مجمدة، إذا ما لغت احنا نسعى أن تبقى مجمدة. ما لها دور. طالبون باستفتاء جماهيري إلغائها؟ استفتاء أصلا، هو احنا ذا بالحقيقة هو استراتيجي، هو اكو استفتاء، بس الجمهور كله يقول لك أنا ليس معنا، بس هاي آليات لازم انتخابية. نعم. وكذا وفوضية. ليش لا؟ شنو اللي يمنع؟ طالما أنا أريد أتخلص من حلقات زائدة وهدر للمال العام، ليش ما أسعى؟ وهي المرء وهي اصلا جايه لمصلحه الشعب. هاي الخطوات، هذا التعب مثل ما صار بالانتخابات وتعب وتهيئه وقامت بها المفوضيه لشيء لخدمه الشعب بالنتيجه، وبالتالي ايضا هذا خلينا، وبالتالي كلف الدوله مال. هذا حال انتخابات، مهما كلف الدوله عندها ازمه ماليه، مهما كلف من اموال ما اعتقد راح يساوي الى جزء بسيط من الاموال اللي راح تهدر بسبب وجود مجالس المحافظات. طيب، هذا الكلام مصار ملغت مجالس المحافظات، امتداد عندها نيه تدخل في الانتخابات وبالتالي تشارك ضمن محافظاتها؟ هاي في حاله يعني جزما ما صار حتما، ايوه، الا حتى لا يكون راي متبني، هذا في وقتها حقيقة راح يكون يناقش والرأي للمكتب السياسي في الحركة، ويناقش إلى أن نطلع بقرار، يعني يناقش في وقته الحالة. وهي مجالس خدمية بالنهاية، ممكن دخول بيها ممكن يساعد جماهيركم أكثر، وصول مع الجماهير أكثر. ولذلك قلت لك راح يناقش، ما أقدر أجزم لك إنسان أقول لك لا، إحنا لو متناقشين وجازمين الموضوع ممكن أنطيك يعني النتيجة، لكن يناقش. طالما هي مجالس خدمية قد يكون أكو رأي، خصوصا يعني داخل الحركة وفي المكتب السياسي. هذه أكيد راح ننظر لها. طيب، عرف تعرف علي العراق من وراء 2003 رئاسة كردية وبرلمان سني وحكومة شيعية. امتداد هل مع هذا العرف باقية أم هناك نية في التغيير؟ وبالتالي كيف تغيرون مع كتل ذات أعداد كبيرة، ذات إمكانيات متنفذة في الحكومة؟ طبعا هي المشكلة حقيقة، المشكلة هي في كلمة مفردة المكونات. امتداد ساعية إن شاء الله لتغيير هذا المفهوم، بدل المكون خلي أجيب كلمة المواطن. ليش ما أجي للمواطن واستخدمها؟ أنا اليوم عربي، كردي، شيعي، سني، هاي المصطلحات المفروض ما تكون متداولة، وخصوصا في الدستور. بالمناسبة احنا دستورنا يتكلم في المكونات. نعم، نحن نحترم الدستور مع حقنا ما بكردي وسني شيعي، هذا عرف. أي. هذا عرف تقليدي، هذا عرف توافقي صار أصبح أقصد في كلمة المكون. يقصد كلمة المكون، المكون الكردي والمكونات. سعين تغييرها؟ هاي مكونات كتسميات داخل إن شاء الله كلها مواطنين، كلها عراقيين، سواء كان بالشمال أو بالجنوب. هذا جهد كبير. تحدثون عن تغيير دستور، لكن هذا صحيح، واستفتاء ومال وانتخابات وتسع مقاعد معارضة برلمانية. إن شاء الله مو تسعة، وإن شاء الله أكثر، والعمل جاري ومستمر. إحنا ما راح نقول هذا كله راح يحدث بين ليلة وضحاها، لا، أكيد تحتاج وقت، قد تستمر لدورة أخرى، الله أعلم. لكن أن نحبط ونترك وننسحب، هنا المشكلة. المشكلة هي أن شلون تتقدم حتى تحقق هدفك. ولذلك بكل ثبات وبكل عزيمة احنا متوجهين،
رغم ما تنظر لها يعني بهالحجم الكبير، فعلا كبيره جدا، ولذلك يعني قلت لك هي مو سهله لكن هو طالب قبلكم، طالب قبلكم سواء شخصيات او كتل سياسيه بس ما قدر لابد من يجي يوم، وانتم الان تسع مقاعد قدرون، لابد من يجي يوم ونقدر، طالما اكو مطالبه، طالما اكو سعي، طالما عندك ايمان ان تغير لازم نستمر بالتغيير. خلص احنا سأريد نحكي بعد بلهجة ثورية، نقول لك احنا استشهاديين، طيب ساعين نحو هدف، وهذا الهدف حقيقي وهدف ايجابي جدا للبلد، المفروض الكل تأيده، ما عندنا شيء ضد مصلحة البلد. هسه احنا على ارض الواقع، دخلت قبة البرلمان، ايهما اقرب لكم بالتحالفات من الكتل السياسية؟ الكتل الذي يشبهنا الوطنيين هم الأقرب. من هويتهم حددتوهم؟ شمال، غربية، جنوب؟ أكو واحد قريب عليكم صار حديث؟ لا، ده نتحرك عليهم، نعرف شفنا خارطتكم تحالفاتكم وين متجهة، من استقبلتوه من استقبلكم؟ يعني أعتقد واضحة ومنشورة، إحنا مثل توجهنا مثلا للجيل الجديد. طيب الجيل الجديد أيضا حزب معارض، ما يدخل بحكومة محاصصات، كثير من حقيقة مبادئهم مش شابهة مع مبادئنا، ولذلك احنا دخلنا معهم في حوارات، عندنا أوراق عمل نزلت. شو كان نوع الحوارات بينكم بينهم؟ أوراق عمل هي كيف نكون يعني تحت قبة البرلمان، نكون جبهة معارضة، لكن لا زال احنا في مرحلة حوارات ولم نعلن بيان نهائي بهالخصوص. توجهنا إلى مجموعة مستقلين أيضا، الآن أكو أيضا من المستقلين بدأوا يشكلون كتل تكتلات، هذه أيضا حالة إيجابية، صار مباحثات بينكم بينهم، حالة إيجابية من تكونت بال يعني مؤخرا بالجديد. هذه بالعكس، هاي الحالة الإيجابية راح تسهل علينا العمل أكثر، احنا من نجي ويا كتلة مستقلين تتعامل متفقين، خلاص أكيد راح نتوافق فعليا على أرض الواقع. تحركتوا عليهم؟ صار احنا متحركين على افراد مباحثات؟ نعم صارت. كم شخص تحدث الان تقريبا وياك من المستقلين؟ مجموعه. ما هو البعض يتحدث على انه راحوا ضمن كتل سياسيه؟ مو الكل راحت، واللي راح ضمن كتل سياسيه شاركت بالحكم، هذا احنا نقول حقيقه يعني للامانه نقول الحمد لله جنبنا مشاكل ممكن نوقع بيها. طيب لان اللي عندنا استعداد هو دخل مستقل، بعدين عنده استعداد أن ينضم تحت حزب شارك بالحكومة ورغم الفشل في إدارة الدولة وراح دخل وياه من جديد، فهذا نقول الحمد لله جنبنا متاعب ومطبات ممكن راح تواجهنا لو كان معانا في جبهة جديدة. طيب الأحزاب التقليدية والكتل الفائزة بالبرلمان دعتكم إلى حوارات حالياً؟ اكو محاولات لكن بعد مثلا يا جهه بدون تحديد اسماء، ما هو جمهوركم يريد يعرف، انتم صارحتوهم قلتوا لازم مصارحه، فاحنا نريد نعرف. لا اكو صارت اتصالات، يعني انا شخصيا اتصلوا بي يريدون يقاربون يعني اي جهه تحديدا وبين جهات صدريين القانون الفتح اجاني يعني تليفون مجهول انا يعني اجاني هسه حتى اذا اعلن الجهه لربما هذا الشخص ينكر، في حين اجاني تليفون مباشر اي مباشر ما قال انا اريد اقربكم وسيط اول شيء قال انا من مكتب دولة القانون واريد اقربكم احنا ساعين دولة القانون الان تشتغل، ف احنا من مبادئنا ان ما نتحالف مع كل من ساهم بادارة الدولة، ولان هاي الادارة نعتقد فشلت، وبالتالي لا يمكن ان يعني نتحالف ونتشارك مع ناس فشلوا في ادارة الدولة، لان هذا الفشل قد راح يحول لنا، ولذلك اتجهنا باتجاه آخر، اتجاه المعارضة، والمعارضة ليس لغرض المعارضة، المعارضة هي ممكن نقوم عمل الحكومة. يعني الآن في دور الرقابي من أجل للحكومة ممكن أقومها، من راح يشعر أكو مراقب حقيقي
مو مثل سابقا تعرف كنا نسمع اكو ملفات تفتح وفي اي لحظة تختفي، يبدو عملية ابتزاز او مساومة، لكن الان كل شخص كل مفاصل الدولة كل مسؤول راح يعرف اكو مراقبين حقيقيين ما يخضعون لا ابتزاز ولا مساومة. طيب قبل لا أدخل في قضية دخولكم إلى قبة البرلمان وتسجيل المعارضة، سيد حيدر خلينا نتابع هذا الفاصل ومن ثم راجعين. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نعود. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي نائب الأمين العام لحركة امتداد حيدر السلاي، مرحبا بك مرة أخرى. أعود إلى قضية دخولكم إلى قبة البرلمان. تعرف يحتاج تسجيل المعارضة ضمن أطر قانونية، دونتوا أسماء المعارضين ضمن البرلمان وبالتالي راح تقدمونها بشكل رسمي الى رئاسه البرلمان وتسجل. احنا قلنا لحد الان احنا في حوارات بعدها راح تثبت ان شاء الله الاسماء وهاي ونقدمها. اقصد راح تكون اسمها شكل رسمي انه هذه بالبرلمان معارضه. اكيد راح يكون لها اسم وراح يكون اسم طيب. جديد يعني لا امتداد ولا يعني حسب التسميه الجديده اللي ان شاء كل الله. معارضه يحتاج لها زعيم. مثل ما كل كتلة يحتاج لها زعيم. نعم. المعارضة البرلمانية الجديدة بالعراق منو زعيمها؟ ما تؤمن بامتداد. طيب. تؤمن بآلية العمل وليس بهاي المسميات وليس بالزعامة. بس حتى لازم حتى قائد. احنا لازم قائد. حتى في لا بأس يكون هذا أمور تنظيمية. وليس لغرض الزعامة كما من الاختيار يعني يكون علي من الأكثر حسب تقديراتهم أي أيا كان في امتداد. أنا أتكلم عن امتداد وعن لسان الأمين يعني العام. يعني مثل ما يكون علاء الركابي ممكن يكون وممكن ما يكون. علاء الركابي نفسه ما عنده أي مشكلة بهذا الموضوع، ما محددين لحد الآن، لأن ما تعنينا هاي المسميات بقدر ما تعنينا الآلية وخطوات العمل كمعارضة. هاي اللي تهمنا احنا من نتفق عليها خلاص اصبح دستورنا، هذا اصبح نظام داخلي لهذه الجبهه المعارضه، وبالتالي ايا كان الزعيم او القياده لهذه الكتله هو خاضع ل بس كل كتله برلمانيه بها متحدث بيها اعلامي وبها رئيس الكتله يعين في حينه ابد ما في حينها. ما يعنينا الانتخاب ايضا ما يعنينا ممكن بالانتخاب ليش لا. طيب سيد حيدر الحكومه شكلت او على ابواب التشكيل، وبالتالي حتى نبتعد عن الفراغ الدستوري تكون عندنا بالأرقام جدلا متقاربة ما بين الصدريين والقانون. نعم. وين راح يصوتون المن؟ صدريين قانون؟ احنا اذا صوتنا انطينا شرعية للحكومة. نفرض انه اذا فراغ دستوري اعتمد على اصواتكم اصوات الاخرين، ما تصوتون ماكو حكومة، فبنبقى فراغ دستوري. وين تطرحون؟ لا احنا حقيقة يعني هاي للأمانة الحكومة من نصوت لها لازم نضمن هذه مو حكومة محاصصة، واعتقد هذا يعني احنا رحنا للمستحيل مو طيب. يعني الحكومة راح تشكل على اساس محاصصة، فاذا اجوا وخضعوا لشروطنا في تشكيل الحكومة والتشكيل الحكومة مو بس وزير، مو بس انا اسمي وزير، لا يعني كلها تعرفها. شنو شروطكم؟ واضحة. شنو شروطكم؟ هي مو شروط بقدر ما هي المهنيه والكفاءه في اختيار الشخصيات والمناصب اللي في مفاصل الدوله. هسه كنت صاحبه مقاعد كبيره جتكم احنا نريد نشكل حكومه، شنو شروطكم وتردونها؟ لا احنا بهالحاله ما راح ندخل بتشكيل حكومه، لكن انا اجيك من سؤالك اللي هو لو توقف عليكم انتم باسماء. وهو كذلك. اي احنا راح نشوف شنو نوع الحكومه. يعني سجزان هسه ما اعتقده دا نشوف شنو حكومه توافقيه. انتم شنو شروطكم بيها؟ شنو الحكومه وشنو الاشخاص اللي راح تستلم هاي المناصب؟ هل هي حزبيه لو على اساس الكفاءه والمهنيه، سواء كان وزير سواء كان مدير وكيل وزير سواء كان مدير مكتب. احنا استاذ حيدر اعتقد الامور واضحه جدا ما هي توافقيه واغلبيه بقدر ما هي اشخاص وكفاءات. لا الاغلبيه والتوافقيه احنا رايحين للقضاء على التوافقيه والمحاصصه. لا يمكن ان نكون طرف باي شكل من الاشكال لترويج فكره المحاصصه والتوافقيه، وبالتالي لو كانت حكومه من وزيرها من وكيل وزير من مدير مكتب من
مدراء عامين. توافقية ما تلغي سيد حيدر. أنتم سولفون على قضية انتخابات برلمانية تمام؟ وبالتالي حتى لو أنتم بكرة عندكم 40 مقعد أو عندكم 30 مقعد أو 60 مقعد هم لازم تحالفون مع كتل أخرى، إذن هي حكومة توافقية بالاتفاق تمام؟ السؤال هنا اتفقوا الأحزاب وشكلوا حكومة والأمر بفراغ دستوري. ما عندنا خيار يا أما صدري أو قائم، أنتم وين ذاهبين؟ ويا من؟ وشنو شروطكم؟ ما نذهب. نصوتون؟ حاليا ما نذهب. يبقى الفراغ الدستوري لحد هاي المرحلة احنا ما نذهب طالما نصوت لحكومة بيها المحاصصة والتوافقية. راح يكون مخالف لمبادئنا. احنا مبادئنا ان ما نكون ضمن ان نلغي المحاصصة والتوافقية. طيب حديثكم دائما على الأحزاب اللي هي في بغداد وفي الجنوب. الأحزاب اللي في الغربية والشمالية كيف تعاملكم معاهم؟ هم ضمن توجه الأحزاب موجودة في الجنوب؟ لو أكو اتفاقات، أكو حديث، أكو تقارب؟ لا أطلاقا. كلامنا عام، من نقول الأحزاب اللي شاركت بالسلطة اللي أساءت إدارة البلد عام بشكل عام، من شمال للجنوب كله، ما عندنا من الغرب للشرق، يعني ما نستثني، يعني ما جايين إحنا فقط عندنا كأنه عندنا ثار ويا أحزاب الوسط والجنوب، لا أطلاقا. ما خبروكم الأكراد، تحالف الحلبوسي، تحالف عزم، حديث معاكم، تقارب؟ لا ماكو شيء. ما صار تقارب؟ ما صار. طيب حواراتكم مع الجيل الجديد، البعض يتحدث على أنه هي أيضا مباحثات مع أحزاب تقليدية. الجيل الجديد؟ نعم. كان في السابق موجود، رشح بانتخابات وخسر، بس هو حزب تقليدي، أحزاب القديمة. يؤمن بقضية التوافقية ممكن تقاسم مختلف السلطة؟ مختلف. شلون مختلف من بحثاتكم؟ قعدنا وياهم وشفنا من خلال كلامهم، لا هم ما دخلوا بحكومة محاصصة. هم كان عندهم مقاعد بس ما شاركوا بحكومة محاصصة. هم معارضين حتى في بالبرلمان الكردي، هم بكردستان هم معارضين. فحقيقة شفنا بيهم النفس الوطني، لغتهم خطابهم حقيقي شعرنا به خطاب عراقي. طيب أذهب وياك إلى مفصل مهم في تشكيل الحكومة العراقية. بعض الكتل السياسية تتخوف على أنه فوز أو استحواذ كتلة معينة على الحكومة الجديدة بالتالي ربما سيعمل على إلغاء بعض المؤسسات الأمنية ومنها الحشد الشعبي. موقف امتداد من الحشد الشعبي، هل أنتم داعمين لبقاء هذه المؤسسة؟ حل هذه المؤسسة؟ تجذيبها؟ طبعا ما حد ينكر الفضل الكبير للحشد الشعبي وبالأخص للفتوى المرجعية الرشيدة. كل أبناء الحشد الشعبي قاتلوا واستشهدوا من أجل الوطن حتى وحرروا أراضينا، لكن بنفس الوقت ما ننكر بعض الجهات استغلت هذا المسمى وكونت فصائل خارج الدولة. فنعتقد لابد من تنظيمه ويكون ضمن مؤسسات الدولة، حتى كان حشد وتابع مرتبط مباشرة بالمنظومة العراقية العسكرية العراقية، أو لا بأس، لأن إحنا اللي يهمنا وما معروف عن مقاتل الحشد حقيقة شجاع يمتاز بالعقيدة اللي عنده قوية جدا، لكن البعض، وأقول البعض هنا وخلي عليها يعني خطين، البعض عنده مشكلة بالولاء. طيب هذا البعض اللي عنده مشكلة بالولاء هذا داخل ضمن إطار حكومة، ضمن الحشد الشعبي وضمن وزارة الداخلية والدفاع؟ أعتقد خارج كيف خارج الدولة حسب ما يعمل بدون موافقة الدولة؟ ما متداول معروف بعض الجهات، يعني حتى نشعر بعض الأحداث اللي تصير عندنا بحيث يطوق بنايات حكومية، فهذه مشكلة. هاي لا كيف يكون ضمن يعمل ضمن نطاق حكومة ضمن الحكومة وهو يهدد الحكومة نفسها؟ أكيد أكو مشكلة. فهنا هذه لازم تعالج بشكل سليم
كل ما نحتاجه هو عملية تنظيمية، يعني هو المقاتل راح يبقى مقاتل. حتى كان اسمه الحشد، هذا اسم عملية تنظيمية، اسم نزع السلاح، دمجهم مع الجيش، مع الداخلية، محاسبتهم. أي هذا إذا كان ضمن صار سلاح منفلت لابد من إنهاء هذا العمل وإنهاء بالقانون. إحنا ما راح نجي شلون تنهونه؟ ما هو الحكومات السابقة ما قدرت، ما هم ذول أيضا منظمين وعدهم جماهيرهم وعدهم قدموا للدولة للحكومة، قاتلوا مع داعش، ما حد ينكر هذا إطلاقا، ما راح ننكر هذا. لكن شنو المشكلة من أن يكون منظم تحت عنوان الدولة العراقية؟ شنو المشكلة؟ هي ليش المشكلة؟ ولذلك أنا ليش أقول لك هنا لازم يتحدد عندي الولاء والعقيدة. أوكي أنت عندك عقيدة لكن اعطيني ولاء عراقي، هذا الغرض بس، ماكو مشكلة. أنت قاتل تعال ضمن السياقات العسكرية الطبيعية. أنا ليش إلا أكون في خط مختلف حتى أقدر أدافع؟ هو يقول لك الحكومة إذا اندمجت معاها ممكن تلغي هويتي. لا إطلاقا ما أعتقد. الحكومة لو كانت حكومة مو توافقية مو محاصصاتية، لو كانت حكومة خالصة وطنية متشكلة بشكل صحيح بثوابت صحيحة، لا إطلاقا هذا الشخص اللي ده يعترض ما راح يجي هذا الشعور نهائي، ما راح يقضي، لأن راح يعتبر نفسه هو مقاتل وده يدافع عن العراق. طيب ما ده يدافع عن جهة معينة هنا، وهذه بحق هي أهم مشكلة، هي أهم مشكلة بسبب الحكومة هم صار عندنا هيك إنتاج هذه. ولذلك احنا نقول لا يمكن ان ندخل بالمحاصصة، لان المحاصصة تؤدي فشل الى فشل اكبر من عنده. طيب هذا اللي نريده، فمن انا اعالج الاساس هذن كلهن راح يذوبن. طيب. ما راح نلقى بعد هاي الامور. خلينا نروح لموضوع مهم، انتم وعدتوا الجمهور على اساس اول خطواتكم محاسبة قتلة المتظاهرين. نعم. وهذا الموضوع يحتاج له وقفة جدية مع جمهوركم. أكيد. طيب الحكومات السابقة ما قدرت تكشف هوية القتلة. نعم. وبالتالي أنتم بمعارضة برلمانية أقلية بالأعداد، كيف تقدرون تكشفون قتلة المتظاهرين؟ طبعا من دورنا الرقابي. كيف دورك الرقابي؟ أنت هي الهوية مختفية والمحكمة لحد الآن ما بات بجهة الهوية المعينة، والحكومات السابقة ما قدرت. احنا نعرف الحكومات السابقه ما راح تقدر. متقصده تقصد؟ احنا نعرف ما تقدر لو هي متقصده ما تقدر. حتى المطالب حقيقه، حتى المطالب اللي كانت تطالب نعرف كل زين، لا يمكن للحكومه الحاليه او السابقه، لان كانت هي موجوده بالساحه، هي الحكومه هي اللي ماسكه زمام الامور. طيب. والاحداث تحدث غلط النظر تقصد، وأبنائنا ينقتلون. اها. وهي حكومه وفي اماكن حكوميه، غض النظر شو نسميها اذا هو اكو تقصير، هذا التقصير. هسه الحكومه متورطه ما متورطه، هاي الملفات اللي راح تفتح بها الموضوع راح يكشف الشيء. عندكم ادله، عندكم شواهد محضرينها، عندكم توجه بالحراك نحو القضاء العراقي بالبرلمان، شنو خطواتكم هذا الصدد؟ هذا هسه احنا ما نقدر نتحرك، ما هو هذا مفصل مهم. انا ما عندي الصفه الرسميه اللي اتحرك عليها، لكن موجوده هواي امور موجوده ان شاء الله اللي راح توصلنا لهذه الحقائق. طيب هسه نعطيني مبدئيا الدور مبدئياً الرسمي حتى نتحرك. اتهاماتكم بقتلة المتظاهرين الاغلب يسولف على انه طرف ثالث، وهذا الطرف الثالث هويته مفقوده. نعم. انتم عندكم نلقى هويته، الشهاده او عندكم الادله ان شاء الله اللي تثبت هويه هذا الطرف الثالث؟ نلقى الهويه اذا كان طرف ثالث. لا مو تلقونها عندكم لو ما عندكم، حتى الجمهور يعرف. هي واضحه. هواي اكو حقيقه، هواي اكو دلائل، بس احنا ما نريد راسا نتهم مباشره، لان احنا نروح للدليل، وبالتالي ما رايحين مجرد على الشبهه راح نتهم وراح نحاسب، لا، بعد ما نتوصل للدليل ونثبته ونبين للعالم بأن هذه الجهة هي اللي تورطت بقتل أبنائنا، وبالتالي لازم كل من يأخذ القصاص العادل. طيب ما قدرت تحققون هذا الشيء،
لا محاسبة قتلة المتظاهرين ولا تشريعات، رجعون تظاهرات من جديد، شنو موقفكم؟ لا هذه مال ما قدرتوا احنا ما راح نخليها ببالنا. شو حكومة توافقية؟ احنا رايحين نريد مقاعد الكتل احنا الكبيرة. رايحين نريد نقدر استاذ حيدر، احنا رايحين لازم نقدر، يعني خلاص احنا دخلنا تحدي وهاي نعتبرها معركة ونريد نحقق النصر. اما اذا ما تحقق النصر فاكو شيء خارج ارادتنا، لربما احنا ما موجودين بهاي المعركة، اكو غيرنا من راح يدير معركة ويكملها. هذه مبادئ ثابتة، خلاص احنا ما اجينا بنزهة، ما تصدينا حتى نكون نواب. لا احنا رايحين عندنا اهداف وعندنا ثوابت واضحة لازم نحققها، لان بالنتيجة احنا نريد الامن والسلام لكل العراقيين. دخلتوا في تغيير تشريع معين او قوانين معينة وما تحققت، راح تروحون جمهوركم يلا طلعوا ظاهروا لو شنو الخطة مالتكم حتى تحركون الرأي العام، لو تروحون المحكمة الاتحادية، ما هو تعرف هاي قرارات برلمانية يحتاج إعداد. طبعا ممثل الشعب لازم هو يكون عين الشعب داخل قبة البرلمان. طيب وبالتالي أي أمر حقيقة راح يستصعب لازم الشعب يطلع عليه، خلاص هو انتخبنا حتى نمثله، فأنا أعتقد مو من الصحيح أن أخفي عليه ما يدور. لازم أطلع من نوصل مرحلة يعني من الصعب أن تمشي وفق سياقات الأصولية، لازم يطلع. وإلا أنا أعتبر نفسي خنت الشعب إذا ما أخلي يطلع على التفاصيل أول بأول، وبالتالي الشعب هو مصدر السلطان، هو ممكن يقرر. أيضا إحنا الخط الاحتجاجي لا يمكن التخلي عنه حتى من أسسنا حركة، لعله ذلك يكون في معارضة هي الأولى بتاريخها بالبرلمان العراقي بعد 2003. النائب أو نائب الأمين العام لحركة امتداد حيدر السلام، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. تحريرية في أفق السياسة، كل شيء وارد في الديمقراطية بتشكيل الحكومة، قد تكون توافقية أو أغلبية ومعارضة. فالعراقيون عاشوا توافقية على مدار 5 حكومات متعاقبة، أما الثانية الأغلبية والمعارضة فما زالت لم ترى النور، وإن رأت النور فخطوة المعارضة البرلمانية تحديدا هي الأصعب في التشريع والرقابة، لا سيما أن دافعها الأساس الإصلاح ومراقبة الأداء التنفيذي وكشف ملفات الفساد، وفشلها مغامرة بالمستقبل السياسي، وقد تسقط من يقدم عليها من عين المواطن وتضعه خارج حسابات صناديق الاقتراع. بعد التحري انتهى، إلى اللقاء.